العيد. الايام دي صعب، ما فيش شغل قاعد، ما فيش شغل كده، ما فيش شغل اللي بره، كل اللي بره يقولوا نفس نفس، غير كده ما يعملش حاجه. الغلبان بيتداس عليهم بجد، ما همش حاجه، كل حاجه غلت، كل حاجه ولعت. ولا المسؤول بيسال على المسؤول الغلبان، بعد ما الغلبان اقول له يا رب اسمه الكريم. هذه الدنيا اللي احنا ماشيين فيها بالعكس، هي حوالي عن 10 سنين 15 سنه 15 سنه هتلاقي على الدنيا جيت قدام عينيا دلوقتي. وبعدين كنت مع ابويا الله يرحمه اشتغلت تعبت ولحد الوقت الحمد لله رب العالمين. غير كده ما مالناش الا هي اللي بتعيش. بصرف على اخواتي وامي واخويا الحمد لله بس كده، ما قضينا عايشين ما نقسم ربنا معانا والحمد لله. ايوه، واي حد يقول الناس اللي فوق دي بتسال على الناس الغلابه دي، كانت الناس الغلابه دي تعيش فين؟ اللي بيعيش الناس اللي فوق بتسال في الناس الغلابه، عايزينهم فلوس، كل حاجه غاليه، كل حاجه مولعه، فين الغل؟ فين؟ ومين اللي بيسالك؟ مفيش حد بيسالك، بيقعد على المكاتب مالهمش دعوه بالناس الغلابه، كل حاجه غاليه 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 غاليه، هو اللي غلبان، هو اللي بيدفع الثمن، غير الثمن ما يدفعوش.